تحتاجون مساعدة في المطبخ؟ مالتي فراي بضيف الكثير من ديلونجي يسوي كل الأكل اللي نفسي فيه، بس أختار الوصفة وأضيف المقادير وأحدد برنامج الطبخ والنتيجة يا سلام. بفضل نظام توزيع الحرارة طبخاتي صارت دايماً مستوية، ذراع تحريك يقلبها وبسهولة أشيلها وقت الشوي أو الخبز. مالتي فراي تقلي بعد بملعقة زيت واحدة بس عشان استمتع ببطاطس مقرمشة وخفيفة. مالتي فراي من ديلونجي، تقلي وتطبخ.